السلام عليكم أخواتي، اليوم جيتكم بواحد الفيديو تحسيسي من قناتي قناة وصفات أحلام. أنا اليوم كنضم صوتي لصوت أخواتي وكنقول لكم يلا نديروا اليد في اليد باش نحمي وراسنا وبلادنا، نبقاو في ديورنا وما نخرجوش إلا للضرورة. كلنا مسؤولين، لازم نتحدوا باش نحمي وراسنا والناس اللي قرابين لينا وما نخرجوش إلا للضرورة، ولازم علينا نغسلوا يدينا بالماء والصابون وما نقيسوش وجاهنا، نتجنبوا المصافحة والعناق، ناكلوا الأكل الصحي باش نقويوا المناعة ديالنا. اليوم جا الوقت باش نكونوا يد وحدة حيت كنا مسؤولين، نلتزموا بقرارات السلطات المختصة باش نساهموا كاملين في حماية بلادنا. سوي مرا الحرة، استي بلوبريما لو بوديمو بارار خونتوس، كيدات ان كاسا بور فابور. نلتزم مرة القرارات من السلطات المختصة باش نساهم مرة دي الحماية مهمة. Befolgen wir die Anweisungen der Regierung, um unsere Familie, unser Land zu schützen und die Menschheit zu retten. Ich bleibe zu Hause. Restez chez vous pour protéger votre pays. Nous respectons pleinement les décisions de l'autorité compétente et contribuons pleinement à la protection de notre pays. Reste à ta maison pour aider ta pierre.